اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بفقره احنا والشباب. احنا والشباب اليوم فقرتنا اللي هي بداناها من الاسبوع اللي فات عن موضوع ازمه المواصلات في الجامعات وتحديدا في الجامعه الهاشميه. هالموضوع احنا حابين نستكمله اليوم اكيد حتى نشوف ما هي الحلول المناسبه والتوصيات اللي ممكن نخرج فيها ان شاء الله بخلقتنا، وانا اتامل اليوم ان شاء الله نخرج بتوصيات جميله بوجود الدكتورة الفاضلة عبلة طبعا وشاح، وهي مديرة الإعلام والاتصال في هيئة المواصلات. أهلا وسهلا فيك. أهلا سلام، يعطيكم العافية، حياك الله ونورتينا في الاستديو. تسلمين، وجودكم ما شاء الله عليكم. الله يحييك. وكمان معنا طالب اللي كان معنا بالحلقة اللي فاتت وإحنا مكملين معه طبعا، إبراهيم عبيدات، وهو مسؤول المواصلات في الجامعة الهاشمية. أهلا وسهلا فيكم ونورينا في الاستديو. وإحنا اليوم أكيد يعني جايين حتى نجلس هيك جلسة إن شاء الله فيها فائدة ونخرج بتوصيات ونشوف أول شيء الأسباب اللي خلت هالمشكلة تتفاقم بالجامعة الهاشمية. وقبل ما نبدأ نحكي عن المشاكل عشان نكون إيجابيين، لازم إحنا نحكي عن الجانب الإيجابي المشرق اللي انحلت مشكلة معينة أيضا بالجامعة في موضوع المواصلات في منطقة الزرقاء تحديدا. وراح يكون معنا قيس دراغمة اللي هو مسؤول لجنة المواصلات في محافظة الزرقاء، يحدثنا عن تجربته وعن المشكلة التي تمت وبعدين كيف انحلت. أهلا وسهلا فيك معنا قيس. أهلا فيك يا هلا، تعطيك العافية. الله يعافيك يا. طبعا الصوت احنا مش سامعين على فكره، انا بالاستوديو، انتوا سامعين يا جماعه؟ احنا مش سامعين. طيب قيس، احنا حابين تحدثنا عن تجربتكم انتم طلاب الجامعه الهاشميه وتحديدا في منطقه الزرقاء، كيف كانت المشكله وكيف تم حلها من قبل الجامعه الهاشميه، وكيف ممكن انه فعلا المشاكل تنحل بعد هيك ان شاء الله في عده الاماكن اماكن اخرى. تفضل. يعني احنا اول شيء طبعا الحمد لله يعني ان وصلنا مرحله في الزرقاء نحكي أنا مشكلة المواصلات الجامعة الهاشمية لمحافظة الزرقاء وباقي المحافظات طبعا ما عدا محافظة عمان، يعني هي مشكلة انحلت بكل تفاصيلها، من ازدحام طلاب، تأخير عن محاضرة الساعة 8، عدم وجود مواقف انتظار، وكثير من المشاكل كنا نعاني منها. طب كيف، احكي لنا قيس كيف انحلت هاي المشاكل؟ طبعا هذا الفضل كله برجع للشركة المسؤولة عن نقلنا اللي هي حاليا هي شركة أحمد جغل للنقليات. جميل. اللي بحب أتوجه لها طبعا بالشكر على الخدمة المميزة اللي بتقدم لنا إياها للطلاب. نعم. يعني صراحة صار في تغيير، صار في عدد حافلات كافي، توفر عندنا موقف انتظار خاص بالطلاب طبعا على حساب الشركة، على حسابها الخاص وفرت لنا هذا الموقف، موقف بتوفر فيه خدمة واي فاي للطلاب، مقاعد في حال انه الطالب بده ينتظر يعني حدا من زملائه، يعني مش انه بده يستنى الباص. يعني انا كمسؤول لجنة مراقب للوضع يعني بقدر احكي انه انتقلنا من المرحلة اللي كنا نحكي فيها في ازمة ما في باصات لفي باصات ما في طلاب. نعم. طبعا بالزرقاء. يعني انت قيس برايك انه المشكله تكمن في موجود يعني مصدرها الشركه نفسها، اذا كانت شركات متعاونه، شركات تقدم الخدمات للطلاب، الشركه المسؤوله شركه متعاونه بتوفر عدد باصات منيح، في اداره جيده، بتقبلوا الكلام من الطلاب. جميل. طبعا هيك المشكله بتنحل. جميل. طب دور الهيئه الان، واحنا كمان موجوده معنا الدكتوره عبله وشاحم نورتنا اليوم في الاستوديو، احكي لنا شو كان دور الهيئه في موضوع، في تعاون بينكم وبينهم حتى انه انحلت المشكله غير موضوع الشركات ايضا؟ هسه طبعا دور الهيئه هو دور كبير طبعا. احنا عندنا بمحافظه الزرقاء طبعا احنا بنشكر الهيئه طبعا اللي سمحت لها، في عندنا تقريبا موقف الجبل الشمالي اظن تعرف فيه الدكتوره عبله، هذا تقريبا كان الطلاب بيحتاجوا لثلاث مواصلات لحتى يوصلوا الجامعه. طبعا الهيئه سمحت لشركه احمد جغل انه توفر موقف يعني في الجبل الشمالي للطلاب، بحيث انه الطالب صار يوصل من مواصله واحده من الجبل الشمالي للجامعه ومن الجامعه للجبل الشمالي. ما يحتاج للثلاث مواصلات، طبعا هاي الامور كلها بترجع للهيئه. نعم. طبعا احنا يعني كل مشاكلنا تقريبا انحلت، ما ضل عندنا مشاكل بالزرقاء. طب الحمد لله. طبعا نتمنى زي ما انها انحلت مشكلتنا بالزرقاء انها تنحل المشكله طبعا في اخواننا زملائنا الطلاب اللي في عمان. جميل. طبعا جهودكم وجهود كل الجهات المسؤوله. نعم. يعني بالاخص يعني اللي هي هيئه تنظيم قطاع النقل. نعم، إذا احنا نشكرك قيس درغم على هاي المداخلة، واحنا بنتمنى لكم التوفيق وسعيدين جدا انه وصلتوا لحلول لهي الأزمة بالتعاون مع الهيئة والتعاون مع الشركات أيضا اللي ساعدتكم. بالمناسبة احنا برضه بنحيي كل الشركات المتعاونة التي بتحل يعني وبتساعد في حل أزمة المواصلات عند الطلاب. أهلا وسهلا فيك. إذا دكتور عبلة، يمكن احنا الآن بادرة جميلة جدا الحمد لله. نعم. مشكلة الزرقاء انحلت، لكن احنا بالنظر بالمقابل نجد انه في أيضا مشكلة موجودة ما زالت متأزمة في المواقف في عمان وحتى في الهاشمية نفسها. يعني فوين الخلل اللي عماله بنشوف الآن واضح وعماله بيخلي الطلاب نفسهم ينزعجوا من هاي القضية؟ ستي يعني يعطيكم العافية ومساء الخير للجميع. يعني فيما يتعلق بموضوع نقل الطلاب بشكل عام من الجامعات في الأردن،
يعني الحمد لله اللي احنا وصلنا لهي المرحلة انه يكون في نقل متخصص للجامعات. يعني انا خريجة الجامعة الأردنية سنة 1995 واكملت الماجستير والدكتوراه، وما كان في اي باص او واسطة نقل متخصص لنقل طلاب الجامعات، وكانت الامور يعني الحمد لله يعني ماشي الموضوع. لما اجت هيئة تنظيم النقل البري كان طبعا دور الهيئة هو كان هي الوريث لمؤسسة النقل العام، لكن الدور الآن للهيئة اختلف، فهي رقابية وتشريعية، هي تضع التشريع وتراقب عمل القطاع الخاص المستثمر في مجال أو في قطاع النقل. نحن يعني تحت عباءة الهيئة لدينا شركات، وهذه الشركات تحت رقابة وتنظيم وتشريع الهيئة. نمط نقل الطلاب يعني امتد ليس فقط للجامعة الهاشمية، وإنما امتد إلى جامعات الشمال وأيضا إلى جامعات الجنوب. وأيضا وصلنا الآن إلى مرحلة دعم أجور أيضا الطلاب، وإن شاء الله نأمل أنه هذا الدعم يزداد ليشمل يعني كافة الجامعات، طلاب كافة طلاب الجامعات الرسمية والحكومية. يعني فيما يتعلق بالجامعة الهاشمية، الجامعة الهاشمية يعني لها خصوصية، والخصوصية تنبع من موقع هذه الجامعة. نعم. يمكن أنت المتابعة لملفات الإعلام فيما يتعلق بالنقل أو غير النقل، يمكن ما سمعتي لحد الآن أي مشكلة تتعلق بنقل أي طلاب في أي جامعة إلا سوى في الجامعة الهاشمية. ويعني الجامعة الهاشمية يعني إحنا يعني مقدرين الموقع اللي موجود في الجامعة، للأسف إنه الموقع بعيد جداً. اختياره ايضا يعني عمليه الاختيار والتخطيط للاختيار كانت يعني بعيده حتى عن مشاريع التنميه، بعيده عن الامتداد السكاني، بعيده عن الامتداد الجغرافي، كافه هاي الامور يعني شكلت عائق بالنسبه كنقل ومواصلات. يعني الموقع الجغرافي برايك هو كان من اسباب نعم من يعني الاسباب مع انه يعني التي تحول. ايضا احنا ما قمنا بتقرير الاسبوع اللي فات، ما بعرف اذا حضرتك اطلعت عليه او لا، كان في بعض الجامعات ايضا عانت من قضيه المواصلات، اهل البيت حكت انه نعم، لكن مش بحجم الجامعه الهاشميه. هي الهاشميه اصبحت نموذج بصراحه، والكل عم بنظر لانه مشكلتهم ومعاناتهم صارت واضحه اخر فتره. فاحنا خلينا نشوف ابراهيم كان معنا الاسبوع اللي فات وتحدث وحكى لنا انه في مشكله واضحه، احنا بدنا نشوف المشكله ونكرر كلامنا امام الدكتوره حتى نشوف انه يمكن البعد اللي انت بتحكي عنه مش واضح لديها او انه في غباش في هذا الموضوع، خلينا نحكي فيه. تفضل. الله يعطيكم العافيه وليش مساء الخير جميعا. بشكر الدكتور عبلة وبشكر القناة على استضافتنا، يعني قناة اليوم صدقا يعني استضافتنا هاي المرة الأولى والمرة الثانية وبتسعى لحل هاي المشكلة، أنا بشكركم. بشكر وجود الدكتور عبلة مرة ثانية إنها حبت تسمع منا إحنا كطلاب. نعم. صدقا إذا بدنا نحكي عن مشكلة الجامعة الهاشمية أصبحت كارثة وليست مشكلة. يعني بصراحة أنا كنت يعني بستمع حاليا كلام الدكتورة، وهي حكت إنه إحنا كلجنة رقابية ولجنة تشريعية، يعني هيئة رقابية وتشريعية، يعني هيئة مسؤولة عن الرقابة ومسؤولة عن تشريع القوانين وعن يعني توجيه للشركات بأنه متابعة وكافة الأمور. تمام. إذا بدنا نحكي عن موضوع مشكلة المواصلات، فإحنا بدنا نحكي المشكلة الأكبر تعود للهيئة، بما أنه الهيئة تعترف بأنها المسؤولة عن هاي النقطتين، فبالتالي المشكلة هيك صارت تصب في الهيئة بشكل كامل ونهائي. طبعا نعم. احنا حاولنا نحل المشكلة، انا بشتغل في موضوع المواصلات من 8 اشهر تقريبا. نعم، انت مسؤول اكيد لجنة المواصلات في المنطقة. تمام. طبعا من 8 اشهر المشكلة، ما بنحكي انه مثلا ما تحسنت في الفترة الأخيرة، صار في تحسن بسيط جدا يعني، والتحسن ما لمس لبعض المواقع، يعني ما لمس لمثلا مجمع رغدان، ما لمس لبعض الأماكن مثل المواقف الموجودة في الجامعة. التقصير ما يعني مش قادر أنا أحط الجهة معينة كتقصير، الجامعة عندنا عليها جزء من التقصير، بس الجامعة بتبذل جهودها، يعني الجامعة وفرت مواقف في أكثر من مكان. الجامعة كانت متعاونة في آخر فترة، الجامعة حاليا تواصلت معها عشان تعمل على تحسين المواقف. الجامعة اعتمدتنا يعني كهيئة رسمية إنه يكون بين الطلاب، في أخطاء من الجامعة، الجامعة بتحاول تضغط، بيحاول رئيس الجامعة يتواصل مع وزيرة النقل يعني، وقدامي صار في تواصل ما بين عمادة شؤون الطلبة وما بين الهيئة. نعم. هسا صار في تصاريح بزيادة أعداد الباصات في الفترة الأخيرة، إذا سمعتي فيها دكتورة. نعم.
الأعداد اللي بتم التصريح عنها قاعد حاليا، هل هي متابعة؟ لأنه صدقا هي الأعداد غير صادقة نهائيا. إذا بدنا نحكي عن 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 صدق الأعداد، 120 حافلة أو 130 حافلة هي غير صادقة نهائيا، تبعد كل البعد عن الصدق. تمام. بعض الحافلات المخصصة للجامعة الهاشمية غير صالحة، زي ما حكيت في المرة الماضية. نعم. غير صالحة لنقل طلاب. أنا من أي ناحية مش صالحة؟ أنت حكيت لنا صار في حالات حريق، كأنه تمام بعد صار في حالات حريق، أتوقع في مبارح يمكن، أو وصار في خراب وصار في خراب للباصات. أنا كنت أتمنى أنه يصير في اتصال مع البنت اللي زودتنا في النقطة اللي صارت، أنه باص خرب بعد ما طلع من الجامعة، خرب في أول الجامعة. شو اسم هالبنت إذا كان في مجال ممكن الإعداد يشارككم؟ صدقا أنا مش معها. ما عندي الذاكرة عشان أتذكر الاسم، لأنه البنت موجودة هي يعني عندنا على الفيسبوك، بتعلق على موضوع الحملة. فكتبت انه الباص خرب والطلاب نزلوا من الباص، الباص حكى لهم ارجعوا على الجامعه. نعم. فالطلاب صاروا زي يعملوا جسر عشان يسكروا على الباصات اللي داخله على الجامعه عشان الباصات تركبهم. ماشي، احنا بنكمل الكلام بس دكتور، من خلال الحديث احنا بنفهم انه كهيئه انه تحت عبائتها بيكون موجود الشركات ومتابعه لشركات النقل، ومتابعه لكيف الحيثيات اللي بيقوموا فيها من خدمه الطلبه، من تامين الامن والامان والبيئه الصحيحه والخدمات المواصلات للطلاب. نعم. كونكم انتم الان تمارسوا هذا الدور، هل يعني بصراحه تقوم فعلا الهيئه بكل كوادرها المتابعة الحثيثة لمثل هذه الشركات، لهذه المؤسسات التي تعنى أصلا بتوصيل الطالب والاهتمام به على كافة الأصعدة؟ طبعا يعني بالتأكيد أخت سلام، يعني موضوع التشريع والرقابة موجود، وأكبر دليل على أنه الجامعة الهاشمية الشركة الثانية اللي الآن تخدم طلاب الجامعة الهاشمية، هي تحت رقابة الهيئة وتشريعها أيضا. يعني دعوة الاستثمار خرجت، أو دعوة التشغيل خرجت من هيئة تنظيم النقل البري، وبالشروط التي تفي بالغرض، وبالعدد الحافلات الأسطول الذي أيضا يفي بالغرض. إحنا الحمد لله ما عندنا مشكلة بالمحافظات، يمكن يعني زي ما بحكي انا ما فهمت بين الاخ ابراهيم انه وين المشكله بعمان، وين المواقع اللي بعمان. يعني هو ما اعطاني التفصيل. رح احكي لك ابراهيم، بس حابين نتحدث بس بعد لكن انا بحكي لك شغله. يعني عمليه الـ 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 يعني حتى ان ما نعطي سوداويه للموضوع. طبعا اكيد ان شاء الله. احنا ما احنا يعني هنالك جهود تبذل ولا تنكر. هنالك يعني يعني آلية وديناميكية عالية فيما يتعلق بنقل طلاب الجامعة، علما أن الشركات المستثمرة على خط الجامعة الهاشمية هي كاستثمار لا تقارن بكاف بالجامعات الأخرى. والسبب أعود إلى الموقع، يعني إذا كان هنالك عطل رسمي وعدم وجود دوام للطلاب، وبالتالي هاي الحافلات تقف ولا تعمل، وبالتالي هذا يؤثر على الجدوى الاقتصادية. تتضرر يعني اقتصاديا؟ طبعا تتضرر اقتصاديا. يعني خط باصات او مسار باصات جامعه علوم التكنولوجيا او آل البيت، هذه لا تتاثر قدر ما تتاثر الشركات العامله على الجامعه الهاشميه. ومع ذلك اثر هذا المستثمر او المستثمرين القيام بخدمه طلاب الجامعه الهاشميه. يعني بالرغم من ان هنالك ايام للعطل وعدم وجود توقف لنقل الطلاب. نعم. ومع ذلك اثر لخدمه هؤلاء الطلاب. نعم. احنا دكتور بيهمنا ان برضه الجانب المشرق نحكي فيه وجانب بالزبط. ايجابي بالزبط. ولا نبخس من عمل اي احد او جهود احد اكيد يعني بالتاكيد. هلا بس انا اللي بدي افهم من الاخ ابراهيم انه في مناطق معينه بعمان هذه تقدم بطلب الى الهيئه، وتقوم الهيئه بدراستها وبعرضها على الشركه المستثمره. نعم. اذا كان بالامكان حل هذه المشكله بالتشاركيه مع المستثمر على خط الجامعة الهاشمية، سيتم حلها بقدر الإمكان أو بقدر ما ترتقي الشركة. احنا قبل نكمل بس نسمع برضو قبل ما ترد إبراهيم بعد إذنكم بدنا نأخذ اتصال برضو من طالب من الجامعة. محمد سند، أهلا وسهلا فيك محمد. معانا محمد ولا طيب خلص برجع لنا بعدين محمد، شكله طولنا عليه. طب بناء على كلامي يعني احنا حطينا مثال لشركات يعني إيجابية وسلبية. الشركة اللي كانت مع قيسي شركة الجهد كانت جهودها مباركه يعني، وفي شركه متكامل اللي احنا عمالنا متواصل معها من المره اللي فاتت يردوا علينا او بس ناخذهم باتصال يحكوا لنا ايش الاسباب اللي الخلل اللي عندهم، برضه دكتوره ما في اي تجاوب من طرفهم. فاحنا برضه كمان برضه في جوانب هيك، وفي حتى مرات الخلل بالشركه نفسها بيكون وبياثر على سير العمليه المواصلات بشكل واضح. ابراهيم كونه الان دكتوره حابه تعرف منك يعني ايش بدي ارد بس في نقطتين حكيتيهم انه المستثمر بنضر، وانه الشركات يعني حكيت انه الجامعات الثانيه لا يتاثر المستثمر.
اذا بدك تحكي من النقطه هاي دكتوره، انا بدي احكي لك انه الشركه المتكامله هي المستفيده حاليا، لانه الجامعه الهاشميه حاليا بدل 3 فصول دراسيه صار فيها 4 فصول، فصلين صيفيين وفصل اول وفصل ثاني. فبالتالي بس في ايام عطل، فبالتالي صارت ايام العطل اقل. صحيح، ايام العطل الاقل. الشركه ايضا تغطي الجامعه الهاشميه في حافلات بدون دعم حكومي، لانه في طلاب بيروحوا على الجامعه لاجل التسجيل ولاجل الجدول بيكون فيه ممكن طيب. تعديل طيب. فالشركه عامله. طيب عندك ابراهيم نكمل النقطه هي عشان محمد ما يروحش. محمد معنا. ما في مشكله. محمد سند، اهلا وسهلا فيك محمد. الو مرحبا. اهلا مرحبتين، يعطيك العافيه. هسه احنا على الهواء صح؟ على الهواء صح، تفضل. تمام. هسه احنا كطلاب الهاشميه بنعاني من مشاكل كثير، من اهمها مشكله المواصلات. تفضل. هسه اهم شيء مشكله المواصلات هي ابر التخدير اللي بيعطونا اياها. ابر التخدير؟ كيف يعني يا محمد؟ تفضل احكي لنا. هسه ابر التخدير اللي انا بحكي لك عنها، انه يعني اليوم مثلا بتيجي على الموقف بتلاقيهم حاطين باصات كثير لانه في اعلام راح يجي. بتيجي بيوم ثاني ما بتلاقي ولا باص. محمد انت هالآن شكلك بالطريق يعني مروح من الجامعة ولا كيف؟ في صوت ضجة حواليك. محمد في ضجة؟ كيف الوضع عندك؟ كيف المواصلات اليوم الخميس؟ اليوم الخميس ما هو اسمعي، لما يسمع انه في مقابلة تلفزيونية، لما يسمع انه في اتصال راح يضبطوا المواصلات، اما اليوم اللي بيجي بعديه ما راح تلاقي شيء. طيب يعني انت بتحكي عن اليوم، انت تعال الثلاثة كانت ازمة لباب الموقف، كان الموقف مليان. تمام. شو يعني سببها طيب؟ احكي لنا السر يا محمد، سبب الأزمة عندكم، ايش السبب؟ نعم ليش في أزمة اليوم؟ أنت بتحكي إنه هلا في أزمة. لا اليوم ما في أزمة أبداً، في أزمة أبداً. طيب. الأيام الثانية اللي فيها أزمة، وين السبب؟ سمعني محمد، بيطلع في الباص محمد. طيب محمد كمل احكي لنا ايش اسباب الازمه لما يكون في ازمات. ايش السبب؟ اول شيء ستي شوفي، اهم شيء بالهاشميه ابر التخدير اللي انا قلت لك عنها، يعني احنا هسه لانه اليوم سمعوا انه في مقابله تلفزيونيه، لانه سمعوا فيها اتصال. طيب. طيب. هتلاقي انه في باصات مأمنه، اما تعالي ليوم الثلاثاء لانه ما كان في شيء ضل بالاستديو. طيب اسمع محمد أبداً. محمد الان الدكتوره عبله وشاح معانا بدها تعلق، يمكن عم تضحك الدكتوره. تفضلي دكتوره، شو رايك ابر التخدير؟ اخي محمد انا ممكن تعلي صوتك؟ بوعدك اضلي بالاستوديو عشان الباصات تضلها موجوده بانه ما في ازمه. يعني هو عم بيحكي عن ابر التخدير. انا مش سامع صوتك. بتحكي لك الدكتوره توعدك انها تضلها في الاستديو اليوم علشان تضل المواصلات مامنه وما يكونش فيش مشكله في المواصلات. شو رايك في الحل هذا يا محمد؟ الله يعطيك العافيه. محمد معانا؟ صوتك واطي كثير. طيب. محمد طيب نشكرك. ألو. نشكرك يا محمد وتابعنا، يا ريت تكون متابعنا حتى تسمع الان مع الدكتوره. طيب معنا اتصال اخر من صابرين. صابرين؟ فصلت صابرين. شكلهم الشباب مروحين من الجامعه ويعني عم بيحكوا، بقول لك عن ابر التخدير انه الان عشان في حلقه على الهواء بتتحدث عن مشكله المواصلات، فالمواصلات كلها مؤمنه. لا بالعكس ستي، يعني الحمد لله الخدمه موجوده، وانا يعني مستغربه من ابراهيم. ابراهيم كثير سلبي معانا يعني كهيئه. يعني يمكن يعني موضوع الحوادث، موضوع الأشياء اللي بتصير، للأسف أنت عم تستذكر حادثة حريق حدثت قبل سنة تقريبا واللي حدثت قبل أسبوع. هاي لا يوجد أي أذى للطلاب، يعني عادي أنه تنحرق حافلة سيارتك. سيارتك لا سمح الله معرضة أنه يصير فيها شيء، لكن يعني التصيد بعمل الشركة صدقوني هذا بضر بالطلاب. يعني خلينا نكون صريحين وواضحين، هذا واحد. طيب. اثنين، باعتراف من رئيس الجامعة نفسه يقول أن الجامعة استوعبت أكثر من العدد المطلوب. سنويا يتم قبول من 3 إلى 4000 طالب، السنة الماضية تم قبول 10000 طالب. إذا رأيك دكتور الازدحام وعدد الطلاب، عدد الطلاب الموقع هذا كله يؤثر سلبا على الخدمة. هذا ناحية. الناحية الثالثة يا جماعة، عملية النقل بشكل علمي، وأنت أنا تطالب كلية الهندسة صحيح، عملية النقل إلى مكان التعليم هي ليست بالضرورة أن تكون نقاط مباشرة، ليست أن تكون من إلى، يعني لابد للمواطن أو للفرد أن ينتقل من نقطة إلى نقطة للوصول إلى مركز التعليم.
وتخطيطيا وعلميا وصحيا يجب ان تكون مراكز التعليم في مناطق حيويه. يعني انا لا انكر بانكم كطلاب جامعه هاشميه طلاب مظلومين. الطلاب اللي سجلوا بالجامعه الهاشميه في البدايات ما كانت اي وسيله نقل مباشره يا ابراهيم. كان الطلاب يذهبوا من المحافظات الى الزرقاء وينطلقوا من مجمع الزرقاء الى الجامعه الهاشميه. خلينا بعد اذنكم ناخذ وبالتالي كانت بالضبط نحن تطورنا ولا بد من الملاحظات. الملاحظات خلينا هاي النقطه خلوها هيك معنا عشان بس ناخذ اسيل ونرجع لكم. اسيل السلام عليكم. الو مرحبا. اهلين مرحبتين اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. انا حبيت اسالك بموضوع المواصلات. تفضلي. لانه جد طلاب عمان خصوصا رغدان بيعانوا كثير من هاي الشغله سواء بالجامعه او من رغدان للجامعه. تفضلي. اول شيء احنا يعني انا محاضرتي على 10 تمام؟ نعم. انا بطلع من البيت تقريبا على 7 مشان اوصل 9:30. على 7 بتطلع من بيتك؟ ايه على 7 بتطلع من البيت على 7. على 7 بطلع من البيت مشان الحق محاضره ال 10 مشان اطلع. تمام. يعني لما نوصل على المجمع انه كل نص ساعه كل ثلث ساعه ليجي الباص، طب وين الباصات؟ يعني انت بتشكي من قضيه عدم توفر الباصات ما في اثناء يعني دوامك او بهاللحظه. طب هي الدكتوره عبلة يا اسيل ساجيب بدها تجيبك على هذه النقطه. معلش اسمعيها كويس. تفضلي تفضلي. يعني اسيل فيما يتعلق بمحاضرات الصباحيه الساعه 10 يعني انا بحسب تقرير اخر تقرير ميداني عندنا 130 حافله من مناطق عمان تنطلق الى الجامعه الهاشميه. يعني للاسف انه حتى بالنسبه للجامعه فيما يتعلق بساعات تسجيل المواد يبدو انه في محاضرات كثيره تبدا الساعه 8 وتبدا الساعه 9. ايوه. وهاجس الطالب من عدم من التاخير وعدم الوصول بالوقت المناسب حتى طالب اللي محاضرته على الساعه 10 يتواجد في المجمع على الساعه 7. يعني هو ومحاضره الساعه 8 و9 مع بعض. فبالتالي هنالك زخم في عدد الطلاب وهنالك كثافه طلابيه للتوجه الى الجامعه. طيب انا لو كانت محاضرتي على 8 راح اطلع من البيت على 6. ما راح توصل. طيب يعني قصدك انت خوف عدم يعني خوفك من فوات المحاضره او وقت المحاضره بخليك تطلعي الساعه 6 او 5 من البيت تقريبا او 7. تمام. طيب اسيل بس وضع طبيعي يا اسيل انك تنطلقي. طيب من بيتك 6 6 ونص. طيب. يعني حتى اللي بينطلق من محافظات الاخرى بده يطلع بنفس التوقيت حتى يوصل على محاضره. طيب. الساعه 8. نسمع برضه كمان طالبه اخرى. صبرين معنا. مرحبا يا صبرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صبرين الحساسيه بحكي لكم من الجامعه الهاشميه. اهلا وسهلا فيكي. ايش مشكلتك يا صبرين؟ والله مشكله المواصلات. تفضلي. انه انا مره طلعت على 3:15 من الجامعه بموقف الباصات فطلعت في الباص للساعه 4:10 لطلعت في الباص. ليش تاخرت؟ لانه بيجوا في بنات يصفوا الواسطه فبطلعهم اول شيء الكنترول. فهذا الشيء برضه احنا بنعاني منه ان احنا بنكون صفين على الدور فبيجوا بنات وسطات بيطلعوا. لانه ازمه برضه وفي بنات معهم عذر يعني وحقهم انهم يطلعوا بس انه احنا برضه نقعد نستنى ساعه الا ربع لنطلع برضه هي كثير مشكله وازمه كمان شوي الدنيا رح تعتل. طيب نشكرك. نشكرك يا صبرين وان شاء الله تسمعي هذا الرد على هذا الموضوع. طيب أوكي. احنا نجاوب صبرين ثم نعود للنقطه اللي كنت تتحدث فيها ابراهيم. شو رايك نشوف صبرين؟ شو رايك بمشكله صبرين؟ صبرين اعتقد ملاحظتها على برضه كمان المراقبين. ما في كنترول يا صبرين. ما في كنترول. كنترول هو يعني باللغه النقل هو محصل الاجره. لكن بالشركات النقل المنتظم لا يوجد كنترول. يعني بلاش نرجع على موضوع فخلينا نحكي احنا موضوع المشكله هي بالذات انه هي بتحس حاله انه ما يعني بنات بيجوا قبل او كذا وبياخذوا مكانها فيعني بتاخر على الباص ما بتطلعش فهي المشكله وين طيب حلها كيف ممكن يكون؟ يعني انا بدي اشوف صابرين فيما يتعلق باليه العمل او تقارير المراقبين في الميدان. ايوه. يعني انا 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 مستغرب من هاي الملاحظات صدقا. وانا لاخر شيء اخر اخر معلومه يعني فيما يتعلق بالنقل من عمان لا يوجد اي مشكله وباعتراف الجامعه نفسها. يعني هنالك تشاركيه في الراي مع الدكتور عميد سيد عميد شؤون الطلبه ان ليس هنالك اي مشكله. قد تحدث هنالك اشكاليات يعني بسيطه جانبيه. طيب. لكن لا تعمم. نعم. ولا تعتبر يعني مشكله او عائق يعني في الوصول. يعني هاي امور بسيطه وفرديه. طيب. وجانبيه لا تذكر. هو على كل حال يعني ابراهيم بده يرد شكله ومستعد.
الطلبة اللي كانوا المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات كان زخم في الاتصالات وهم عم بسمعوا اسم الجامعة الهاشمية، كم كانت الشكاوى وشعرهم شعرين بالحرقة صراحة دكتورة الواقع. فلا انت شو رايك ابراهيم باتصالات زملائك وبكلام الدكتوره حمي يشير انه هي مشاكل يعني ثانويه تعتبر ممكن حلها؟ بدي اعلق على بعض النقاط بالنسبه لمشاكل ثانويه. اللي صرح بانه المشكله انحلت بنحكي رئيس الجامعه، عميد شؤون الطلبه، مدير الهيئه، وحضرتك كدكتوره ناطقه بالاعلام. فاحنا بنستنتج انه اربع شخصيات نزلوا على الموقف وركبوا في الباصات، مع انه ولا شخص فيهم نزل على الموقف الا الدكتور يوسف علمات نزل على الموقف في احد الايام وصار في باصات عدد كبير زي ما حكى الطالب ابر تخدير. اما بالنسبه ل 12000 طالب فهم 12000 طالب غير صادقين. انا هيك اللي بستنتجه 10000 مع الزياده صاروا يتراوحوا ما بين 10 و 12000 طالب. كيف هذا اعتراف رئيس الجامعه بالنسبه للعدد؟ تصريحات رئيس الجامعه بالنسبه للعدد. نعم انا هذا كلام من موظفين الشركه. تمام. 130 حافله. 130 حافله. انا بدي اعرف بس من وقت ما تحدد العدد 130 حافله لو امكن انه نشوف كشف بانه فعلا 130 حافله. انا صدقا في الكشوفات من خلال الكشوفات لم العدد الباصات لم يزيد عن 100 حافله. هذا من يعني بكشوفات بكشوفات تم رؤيتها وبكشوفات يعني تبينت لدى الشركة. 130 حافلة أبدا لم تصل عدد البصات. بالإضافة أنه في مواقف زي مواقف الصوالح تحدد للموقف هذا مثلا 40 حافلة. الأربعين حافلة بتروح من الجامعة، يعني بتنقل الطالب من الجامعة إلى منطقة الصوالح وما بترجع على الجامعة. أنت حكيتي لي الشركة تتأثر، الشركة كيف تتأثر وهي مسؤولة عن النقل للمناطق السكنيه؟ يعني شركه تتاثر بايش؟ انا حكيت انت حكيت انها كمستثمر في ايام العطل. ايام العطل ايام انت بتخلط في ايام العطل هنالك خلط في ايام يعني العطل. الشركه تعمل هاي الحافلات في مناطق. طيب. تمام. طيب يعني الشركه بالنهايه هي ليست مخصصه للجامعه الهاشميه اصلا وهي تعمل بنظام الاحتكار. انا يعني مستغرب صدقا من الهيئه كيف مخصصه شركه حافلات مسؤوله عن نقل مناطق سكنية وتكون مسؤولة عن نقل مناطق. يعني شركة تعمل معها أي شركة؟ يعني هذا ليس متكاملة. متكاملة. يا أخي انت خصصتي معلش المنطقة. معلش لحظات بس خليني استكمل. انت هيك يعني هذا ميزان مناطق سكنية ومنطقة الزرقاء. انت اذا بدك تزيدي في الخدمة بالنسبة لمنطقة الزرقاء بدك تضعفي المناطق السكنية. هاي ما اللي دخل فيها، بس هم بالتالي قاعدين بقوف المناطق السكنية او بسكر على الخلل اللي هون بضعف بمنطقة الهاشمية. انا بنصدم في انك بتحكي ما في مشكلة. كيف ما في مشكلة؟ انت برأيك شايف انه موضوع المواصلات قلة العدد الحافلات اللي هو المأمول يكون موجود للجامعة الهاشمية مش متوفر. الدكتورة قالت انه موجود يعني لكن ما انتم بالواقع امامكم مش موجود. ما في دائرة رقابة. يمكن الخلل يمكن يكون بقضيه المتابعه على الرقابه. اي رقابه؟ رقابه على الهيئه. هيئه دكتوره هلا انت كانت كمديره الهيئه الان يمكن شهدتي عرض الواقع، عملتوا مثلا دوره يعني عمليات ميدانيه شهدتوا عرض الواقع؟ بالتاكيد يعني هنالك مكتب الوسط، مكتب اقليم الوسط، وهنالك ايضا مكتب الزرقاء يعني بيواتونا وايضا مراقبين يعني في المجمعات. يعني لكن انا بدي اوضح شغله للاخ ابراهيم. يعني الهيئه لا يوجد هنالك احتكار في القطاع الحكومي اخي ابراهيم. هنالك عقود تبرم مع المشغلين والمستثمرين وبناء على هذه العقود تحدد مسارات الخطوط وتحدد ايضا كيفيه العمل واليه العمل. اذا كان هنالك خطوط غير خطوط الجامعات توضح في عقد التشغيل، واذا كانت هنالك خالصه لخطوط الجامعات تكون موضحه ايضا في عقد التشغيل. اما ان يكون هنالك لا يوجد يعني مصطلح احتكار لا ينطبق على الشركه المتكامله. لماذا الشركه المتكامله؟ احنا لحظه شويه يا جماعه، احنا يمكن عملنا تقرير الاسبوع اللي فات، بتمنى اذا كان في مجال حتى نعرض منه جزء. نزلنا على الميدان وانا يعني رحت ولسه بعرفش شيء بصراحه، لا بعرف شو مشكله الجامعه الهاشميه ايش بحيثياتها الواضحه ولا عارف على مين الحق. احنا نزلنا حتى نرصد الحقيقه ونحط ايدنا على الوجع. وفعلا انا شفت طلاب يعني انا شفت بعيني الباصات اجت في باصات يعني متاخره عن الوقت اللي هم المفروض محاضرتهم الساعه 8. في باصات غير مخصصه اصلا لمكان الجامعه نفسها. في ازمات فكانت يعني بصراحه قدام عيننا في مشاهد فعلا فيها ازمات دكتوره. هلا المشكله وين تكمن ومن اي ناحيه وين الخلل؟ احنا الان بهالجلسه نحاول نحط ايدنا عليه. طب احنا ناخذ برضه كمان حتى نعرف اكثر الاستاذ فراس علاونه نائب عميد شؤون الطلبه حتى يحدثنا برايه عن هذه الاشكاليه اللي بيعانوا منها
الطلاب بالجامعة، ولوين وصلتوا يعني دكتور؟ أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك يا ستي. والله طيب المشكلة يعني المشكلة بالأزمة هاي، تفضل. إحنا في صدد يعني حل المشكلة أو مشكلة المواصلات يعني تأرق الجميع، إن كان طلبة أو أهل الطلبة أو بس الصوت يكون أوضح شوي عشان نسمع. الجامعة بشكل لا. عام يعني. نعم. فهي أصبحت مشكلتنا ولازم نجدر يعني الحل والحلول. والحمد لله رب العالمين احنا اتصلنا يعني وصلنا لاتفاقيات مع الشركات الناقله. طيب. انهم يزيدوا عدد الحافلات. طيب. بحيث طيب. انها يعني المشكله خفت اكثر من اول كثير. طيب. دكتور عفوا احنا بدنا تحكي لنا الان انحلت المشكله، ابراهيم موجود الان والدكتوره، يعني هل تم في حل عملي واضح في الموضوع ولا لسه في طور مرحله الاتفاقيات ويعني الاخذ والعطاء للموضوع؟ والله بدك صحيح يعني في حلول عملية كانت يعني ايرجنت يعني عاجلة اللي زيها مثل نعم تعزيز عدد الباصات والحافلات الموجودة. طيب كيف؟ والشغلة الثانية كمان انه الاتفاقيات الان مع هيئة تنظيم النقل قطاع النقل انهم يزيدوا تصاريح الحافلات العاملة على خط الجامعة عمان. طيب ابراهيم المشكلة يعني ما بين هيئة تنظيم النقل وشركات النقل. طب عفوا متى تمت يعني دكتور هاي الحلول؟ تمت عرض الواقع؟ نفذت يعني؟ اكيد يعني هي الاسبوع الماضي تم الاتفاق واحنا في طور الاسبوع القادم ان شاء الله في عقد اجتماع مع وزيره النقل وهيئه تنظيم النقل ومحافظه الزرقاء شرطه العاصمه بالاضافه الى رئاسه الجامعه راح يكونوا كلهم موجودين في هذا الاجتماع لي يعني التحاور و جميل يعني هذا اجتماع دوري دكتور. نعم. اجتماع نعم. دوري جميل. احنا معنا الان دكتور عبلة وشاح ومعنا الطالب ابراهيم عبيدات ومسؤول لجنة المواصلات. يعني ما بعرف اذا ابراهيم عندك مداخله، هو بيحكي الاسبوع اللي فات بلشت يعني تظهر النتائج العمليه لحل هذه الازمه، ما رايك؟ والامام الان الدكتور على الهاتف اذا عندك اي مداخله طبعاً. اي تعليق مساء الخير دكتور فراس. انا بشكر جهود الجامعه طبعا وجهودك دكتور، يعني صدقا دكتور انت استلمت ملف المواصلات حديثا وابرزت دور جيد في وضع المواصلات، وكان في يعني في تغير ملحوظ طبعا بناء يعني بغض النظر عن انه بعد ما جاء بعد ضغط من الطلبه او بعد ما جاء بعد اعتصامات من الطلبه، بس الجامعة تحركت يعني ولو لجزء بس. نعم. صدقا دكتور بالنسبة لوعود الشركة وبالنسبة للتغيير اللي صار على المواصلات، التغيير لم يلحظه أي طالب لحد الآن إلا بشكل بسيط في بعض المناطق. طيب. يعني كتغيير لم يلحظ. كان في كل الاحترام للدكتور يوسف علامات عميد شؤون الطلبة، الدكتور كان موجود في أحد المواقف في موقف رغدان في قبل 3 أو 4 أيام، كان موجود الدكتور، كان التغير يعني رائع جدا بوجود الدكتور طبعا كان التغيير. فاحنا يعني مبسوطين انه للجامعه هيبتها في فرض في فرض نفسها على الشركات وعلى الهيئه وغيرها. جميل. بس الطالب ما راح ينتظر انه انا بدي المواصلات تتحسن بس تنزل الجامعه. يعني قصدك انت بدك الديموم الان وحل الموضوع جذريا. احنا بدنا حل جذريا التصريح اللي بيصير. يعني يا حبيبي ابراهيم تفضل المسألة يعني مش أنا حتى أنا زرت يعني المجمعات خلال يعني يمكن أوساط 2-4 هي المشكلة يعني بشكل بها الطرفين. يعني أنا كمان أحط اللوم كمان على طلبة الجامعة كمان عدم الالتزام بالدور كمان، يعني هذا بيساهم بشكل كبير جدا في عمل فوضى وعمل أزمة كمان زي المواصلات. لو كان هناك في تنظيم ذاتي للطلبة وترتيب للدور ما أتوقع أنه حتكون في هاي المشكلة أو تتصل للمرحلة المستعصية. فهي مسألة أساسية، مسألة كيف أنه الطلبة ينظموا أنفسهم وكيف كل طالب يلتزم بالدور ويحترم الآخرين. يعني هاي تقريبا لها 40% من مشكلة المواصلات. المشكلة الثانية اللي هي على شركات النقل أنه ما كان في عدد حافلات تكفي الطلبة في ساعة الدورة الساعة 8 أو الساعة 3. نعم. كمان في ساعة الدورة بعد انتهاء الدورة. مشكلة عالمية وليست بس مشكلة الجامعة الهاشمية يعني. وقت الذروة تعتبر دكتور يعني. انها تكون يعني بس عندنا بالجامعة الهاشمية.
في اي مكان بتزوري بالعالم، حتى الان اي مدينه بالاردن من اي مكان تجمعات في وقت الذروه الصباحيه والمسائيه. نعم لابد دكتور فراس علمنا، احنا حابين نضلك معنا يعني ان شاء الله بعد ما نخلص المكالمه، اتبع معنا علنا ان شاء الله نطلع بحل يعني وبتوصيات، وتابع معنا خطوه بخطوه لاخر الحلقه. وشكرا لك على مداخلتك وعلى جهودكم اكيد يعني في الجامعه. اهلا وسهلا فيك. طيب احنا بناء على طلبنا انه موضوع التقرير حابين برضه نشوف بعض من التقرير اللي عدناه اللي الاسبوع اللي فات على ارض الواقع، وشفنا ردود افعال يعني الطلاب، واخذنا على فكره اراء السائقين اللي سمحوا لنا ان ناخذ منهم، في منهم طبعا منعنا من التصوير عند منطقه الجامعه الهاشميه وقالوا لنا ممنوع وكذا، ورجعنا احنا اخذنا ثاني اذن وصورنا. فنشاهد اذا مشاهدينا بعض مقتطفات من هذا التقرير حول ازمه جامعه الجامعه الهاشميه وبعض الجامعات، نتابع. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم، احنا والشباب اليوم متواجدين في مجمع رغدان الجديد، هذا المجمع اللي بينتظر فيه الطلاب الجامعيين الحافلات لحتى تنقلهم لجامعاتهم. ازمه خانقه، ازدحام، تدافش، هذا هو الحال، هذا هو السيناريو المتكرر، ربما تكون معركه يوميه بخوضها الطلاب من خلال انتظارهم للمواصلات لحتى يذهبوا للجامعات. احنا اليوم متواجدين في المجمع حتى نرصد ردود افعال الطلاب، كيف هي حركه المواصلات، هل هنالك حافلات كافيه لنقلهم للجامعات؟ خليكم معنا نسمع آراء الشباب، أهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت هلا مصف على طابور، وين رايح؟ أي جامعة؟ والله بدرس بالبلقة كلية عمان. كيف الوضع عندك المواصلات؟ في أزمة؟ فيش أزمة؟ والله الحمد لله، بس صعب والله جدا يعني، لأنه الواحد يطلع من الساعة 6:30 عشان يلحق محاضرة 8، يعني ساعة طلاب محاضرة 8 أنت حضرت. محاضرة 8 طبعا، بدنا نستنى ساعة ونص أقل شيء عشان بس نلحق محاضرة 8. قد صرت تستنى لحد الآن؟ يعني صار لي تقريبا ساعة إلا ربع. وين المشكلة؟ ليش ما بيش سرفيس ولا باص أنت؟ لا بسرفيس بطلع أنا، أنا بنزل مواصلتين يعني سرفيس، وحتى ولو أزمة. من أي منطقة جاي؟ المالكة الشمالية. أي ساعة طالع من بيتك؟ طالع على السبعة. على السبعة، طيب لحد الآن تستنى قاعد وما في عندك محاضرة الساعة 8؟ عندي محاضرة الساعة 8. الترويح سهلة لأنه بكونوا كلهم طالعين صرافيس، بس زي هيك هينا واقفين. برأيك إيش السبب؟ يعني إيش السرفيس ماله بكون ما إجا؟ ما بتوفي معاه، إذا بده يجي ياخذ واحد من هون يوديه للداخلية ما بتوفيش معاه، راح يرجع فاضي. ما بتوفي معه، بصير يوقف برا المجمع يسأل وين قريب. يعني هون عند البلقة عند جبل حسين باخذ وبرد يرجع، لو برجع فاضي بتوفي معه، بس يروح على الدوار الداخلية ويرجع فاضي ما بتزبط معه الصبح محل أزمة. الله يعافيك. أنا وسهلا. عرفنا عن نفسك. حميدان المسعيد صاحب باصات خط عمان المخرج جامعة البيت. أهلا وسهلا فيك. إحنا الآن عملنا يمكن كم لقاء مع الشباب وحكونا أنه الصبح وقت الذروة بيكون في أزمة، والآن إحنا عم نشاهد أنه خفت، يعني هلأ راحوا كلهم الطلاب على الجامعة وما في غير يمكن في باصات تقريبا تنتظر عدد من الناس لذهابهم للمفرق. احكينا عن هاي الإشكالية أو على الموضوع بشكل عام. والله يا ستي العزيزة، هو بكل الخطوط يعني وقت الذروة اللي يكون في أزمة، فاحنا المشكله الازمه يعني ربع ساعه ثلث ساعه وننهيها، يعني مرتبين وضعنا احنا 100%. يعني احنا في عندنا حوالي 22 حافله يحملوا قبل الساعه 8 يطلعوا على جامعه البيت، بنرجع حوالي 15 حافله كمان فاضيات العمان، بيكون الوضع 100%. يعني هي ربع ساعه، ولو ما في ازمه على جسر ماركة على شرط المصلق على المحطه كان مشكلتنا ولا نخليه راكب على الارض، فهذه المشكله. هم عمالهم بيحكوا انه احنا عندنا الساعه 8 محاضره، بنطلع من بيتنا الساعه 6:30 وبنلحق ايش نوصل المكان وفيش باص. في ناس يجي على الساعه 5:30 6 يضل هون للساعه 8. فهمتي علي كيف؟ المفروض انه يعني لما يجي ويلاقي حافله موجوده وجاهزه يطلع. حضرتك سائق باص؟ نعم سائق حافله. لو
لوين بتروح متجه؟ على عمان المفرق جامعة أهل البيت. حمل طلاب؟ طلاب، الصبح احنا لغاية الساعة 8 و9 كله طلاب. متى بتكون متواجد أنت تقريبا هون في المجمع؟ الساعة 5:30 الصبح. 5:30 بكون موجود وبتلاقي في طلاب بيستنوا ولا كيف؟ نعم نعم، 5:30 الصبح نكون متواجدين وأول باص بطلع الساعة 6:30. طيب شو المشكلة اللي بتواجهها حضرتك أنت كسائق يعني في موضوع المواصلات؟ احنا المشكلة الكبيرة إن هم نفسهم الطلاب اللي بيعملوا لنا مشكلة. يعني الصبح الأول باص يطلع 6:30 تلاقي فيه حمولة باصين على الأرض ما أرضي يطلعوا، اللي البنات قاعدات اللي بتستنى صاحبيتها، الشباب اللي يستنى صاحبه، يتجمعوا هم اللي بيعملوا الأزمة. يعطيك العافية. إذن المشاهدين الكرام، إحنا عرضنا التقرير تبعته الدكتور عبلة، قبل ما نأخذ رأيك في التقرير إحنا معنا بس اتصال من خالد البلبيسي. أهلا وسهلا فيك خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بس بدي أشكر قناة اليوموك وأشكر طالب أخونا إبراهيم عبيدات. الله يحييك. بس أنا شغلة سريعة بس، إحنا 20,000 طالب ووصلنا لرئيس الجامعة وصلنا لوسائل الإعلام وصلنا لوزيرة النقل ولهلأ ما في حدا قاعد بحط الحق عليه، فما بعرف يعني معقول 20,000 طالب بيعانوا من نفس المشكلة يوميا؟ وهذا طبعا أقل تقدير، يعني الجامعة فيها 40,000 طالب، 20,000 طالب كأقل تقدير. شغلة ثانية إنه معقول ننسى كل مطالبنا، معقول شركة زي المتكاملة بتنقل 20,000 طالب يوميا مش قادرة تأمن إن أقل مطالبها اللي هي مواصفات السلامة بأي باص؟ يعني ما بعرف بتغرب. طيب ماشي خالد، ماشي الآن أنت تابعنا الآن، إحنا بنهاية حوارنا مع الدكتورة ومع إبراهيم إن شاء الله نطلع بحلول ونحكي التوصيات والمطالب رح يحكيها لإبراهيم. تابعنا يا خالد، أهلا وسهلا فيك. الآن إحنا قربنا على نهاية البرنامج لكن القضية ما زالت مفتوحة حتى إن شاء الله لها حلول. إبراهيم، شو مطالبك بنقاط أمام دكتور عبلة حتى نستطيع نشوف مدى إمكانية تطبيق هذه المطالب ووصول إلى حل جذري لمشكلة الأزمة المواصلات؟ تمام. اول شيء بدي يعني بدي اطلب في انه اداره ترخيص المركبات تابع لكم او في تواصل ما بينكم ما بين اداره ترخيص المركبات كون على مديريه الامن العام، كونها هي الشركه، كونها هي الشركه ما حافلاتها بتحكي لك احنا الحافلات مجهزه وموافق عليها من اداره ترخيص المركبات، ففي تنسيق ما بينكم ما بين اداره ترخيص طبعاً المركبات طبعاً بالتاكيد. طب في يعني في تنسيق والباصات بتخرب بشكل يومي يعني اعجال السياره اعجال الباصات بتفقع بالطريق عادي، هاي هذا شيء طيب طبيعي صار انه اعطينا مطالبك ابراهيم بنقاط. تمام. انا مطالبنا تتجدد كل مره نفس المطالب اللي هي امام الدكتور الان مباشر على الهواء. تفضل. الان الدكتوره اللي هي تعتبر انه لا يوجد اي مشكله. اول شيء مطالبنا انه يكون في زياده لاعداد الباصات بالاعداد اللي بنص عليها، يعني 130 حافله احنا بدنا نشوف 130 حافله. تمام. بدنا نشوف رقابه من الهيئه تعد يعني تكون شوف انه في 130 تسجل انه 130 حافله. أوكي. موظفين الشركه اللي قاعدين بحطوا الاعداد. نعم. موظفين طيب الشركه مش الهيئه، هي شغله. ثاني شيء المتابعه مع اداره ترخيص المركبات ومع الشركه بانه الحافلات تكون زي ما الطالب زميلنا حكى الطالب خالد في انه تكون مجهزه يعني باغراض السلام العام، ما في سلام عام، ما في يعني الطالب صارت لتامين الامن والامان في المواصلات. جميل. الطالب صارت يعني من اي ناحيه السلام العام؟ يعني السلام العام صندوق السلام العام، صندوق الاسعاف، يعني متابعه من الشركات ولا اجهزه السلام العام؟ يعني الهيئه تتابع يعني الشركات الحافلات تكون الحافلات تكون قادره على نقل الطلاب بشكل هذا بشرط من الهيئه ويدقق عليهم إدارة الترخيص. جميع الحافلات مدقق عليها. جميع الحافلات مدقق عليها من إدارة الترخيص. طيب. وجميع الحافلات ممنوع إنها تركب برادي في الباصات. نعم نعم. ثواني هاي بدي أسألها، الحافلات ممنوع إنها تركب برادي في الحافلات، هاي مشكلة؟ إبراهيم هذا أنا نحكي على موضوع السلام العام. لكن أمور تتعلق بإدارة الترخيص. نعم. أنا ما عندي علم فيها. أنا إبراهيم مطلب يتعلق بعدم وصول الطلاب إلى الجامعة. احنا ضمن سياق الحفلات، الحديث عن اعداد الحافلات. أيوة. اعداد الحافلات، تعطل الحافلات على الطريق. نعم. تمام. أيوة. انا ما بتوقع انه في مسؤول، ما في مسؤول من 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 مدير الهيئه لوزيره النقل لرئيس الوزراء برضى انه يكون له ابنه تركب في الطريقه اللي بيركبوا فيها البنات او انه له ابن بيركب في الطريقه اللي انا اتحدى انه اذا في مسؤول برضى ينزل على المجمع ويشوف كيف الطلاب بيركبوا برضى انه برضى انه له ابن يركب هيك. انا اتحدى. طيب
ينزل مسؤول في يوم ما يكون بصوره مباشره عشان الوقت. تمام فضل. انا اتمنى في انه جددتوا انتم ملحق مع شركه المتكامله، اضفتوا مجمع الشمال، اضفتوا خط بيادر وادي السير، اضفتوا خط سحاب. انا بستغرب في انه جامع يعني شركه فيها مشكله كيف تم تجديد الملحق لها، ليش ما تم يعني الاستغناء عنها في هاي المواقف، تغيير الشركه المتكامله باستبدالها بشركه متعاونه غيره، يكون اكثر من فضل. شركه بحيث انه يكون اكثر من خيار منافسه، وبتمنى بالنهايه كمان انه يكون في رقابه، هاي اهم شيء يكون في رقابه. طيب شكرا لك ابراهيم. دكتوره بناء على الحديث عدد الطالبات، عدد الباصات، الازدحام اللي بيعانوا منه، وجود موضوع المراقبه للامان والامن في موضوع المواصلات، وقضيه الشركه واستبدالها بشركه متعاونه، هذه مطالبهم، كيف نعم. يمكن ان تطبق وكيف ممكن نحل هاي الامور وامكانيه تطبيق هاي المطالب للطلاب؟ يعني فيما يتعلق باللي حكى الاخ ابراهيم، يعني بالتاكيد سيتم النظر بهذه المطالب لكن بقدر المستطاع. العمليه كلها، خلينا نلخص الموضوع اخت سلام، يعني بما ان في نهايه البرنامج زي ما ذكرتي الموضوع، هنالك معادله من عده اطراف، هنالك نعم. شركه، هنالك نعم. هيئه نعم. وهنالك جامعه، وهنالك اداره جامعه، وهنالك طلاب نعم. فبالتالي يجب ان نتكاتف أيوة. نعم. جميعا نعم. الاربعه نعم. اطراف نعم. وجود اي خلل نعم. فان هذا الوعاء اللي هو اسمه خدمه النقل نعم. بالتالي سيميل ولن تسلك هذه العمليه نعم. نعم. يعني انا اللي لاحظته بالتقرير هنالك اعتراف من نعم. سواء من اداره الجامعه او من حتى السائقين في المجمع، هنالك تراكم في عدد الطلاب، هنالك انتظار مقصود نعم بعدد الطلاب. انا ما بحكي هناك ما بصير تاخير، لا يوجد تاخير نعم. في الترددات، وهذا وضع طبيعي جدا. الجامعه الهاشميه على الاوتوستراد نعم. قد بصير عندنا الازمه، بصير عندنا حادث نعم. بياثر على نعم. موضوع هذا التردد. راي اخر حكينا انا راي السائقين نعم. طيب احنا الان امكانيه تطبيق هذه المطالب، احنا ان شاء الله يا دكتوره بنتابع معك ان شاء الله باذن خلال الله خلال الايام القادمه حتى نصل الى حل عملي بالتشاور مع الطلبه، مع اداره عمل، وانا بالنسبه لي شخصيا ملف الجامعه الهاشميه اغلق اعلاميا، اغلق اعلاميا لعدم وجود اي مشاكل. لكن احنا تتعلق بهذا الملف في استديو بيتكم عامر، بدنا الان منك وعد ان شاء الله بان شاء الله تفتحي هذا الملف حتى نحل لا يوجد اي مشكله تذكر طيب. فيما يتعلق بوجودنا اليوم دكتور عبلة، احنا بننتظر منك اكيد، يعني نتوسم بك الخير ان شاء الله انه يفتح هذا الملف وتحل المشكله، ونتابع معك ان شاء الله يعني يعني متابعات ملاحظات بسيطه سيتم التواصل بالتاكيد بناء على الامور اللي تحدث عنها ابراهيم. مشكله كبيره باذن الله يا ابراهيم، احنا بنتابع مع الدكتوره واتوقع ان شاء الله راح يكون الحل يعني بالايام القادمه ان شاء الله بناء على هذه المطالب ان شاء الله. نشكركم، نشكر وجودكم معنا الدكتوره عبلة وشاح طبعا مديرة اعلام واتصال في هيئه المواصلات، ونشكر ايضا ابراهيم عبيدات مسؤول لجنه المواصلات في الجامعه الهاشميه، وان شاء الله نلتقيكم او نتابع معكم عن طريق الهاتف لحل هذه المشكله، وباذن الله تحل بشكل عملي. وشكرا لكم على وجودكم الله. معنا وبدكم عامر اذا مشاهدينا نختم فقرتنا اليوم وختام هذا الاسبوع، بدكم عامر في الخير والامان ان شاء الله، وسعه الصدر اكيد وراحه البال والهناء لكل الاسر الاردنيه وطلابنا الجامعيين ان شاء الله بكل خير، في امان الله.